امتى رحت المقاصه؟ المقاولين. المقاولين مش المقاصه. لا المقاولين وبعدين المصري. المقاولين. كان موسم 2011. ايوه. رحت عرض 6 شهور من يناير لنهايه الموسم. انا متاسف، كان المقاصه معروض وكان قريب وانت قلت لا. انا اختار. كان انا في كذا فاكر نادي، انا كان قلت اختار، المقاصه متاسف. هي والاتحاد راشقه في دماغي لحد دلوقتي انه المقاصه، المقاولين العرب. ايوه صح، بالظبط زي ما متاسف. حضرتك بتقول. فكان المقاولين العرب ولعبت 6 شهور كانوا كويسين جدا. كنت انا وصلاح والنني وباسم علي ومجموعه شباب عملنا سيزون كويس. وبعدين رجعت بقى النادي الاهلي بعد انتهاء اعارتي. خليني انت وصلاح وانت والنني، خليني اتكلم شويه على صلاح، لان الفتره دي كان بدا صلاح يلعب اساسي فرقه المقاولين العرب. انا شفت صلاح امبارح الحقيقه في الندوه في معرض الشارقه، ايه الجمال والابداع والحلاوه، بني ادم اتغير تماما، عقليه مش طبيعيه، وبيدي دروس رائعه للجميع. يعني احكي لي شويه عن مزاملتك لصلاح وايضا للنني، وفي لان المنتخب برضو الاولمبي كنا مع بعض برضو. نعم حلو قوي، وتزاملتوا مع بعض منتخب اولمبي ونادي المقاولين العرب الاثنين، احكي لي شويه صلاح وشويه النني. يعني طبعا الفتره دي كان الاثنين في المنتخب، هم اصغر مننا نعم بسنتين وانضموا لنا. كابتن هاني رمزي كان صعد مجموعه كبيره زي حجازي والنني وصلاح في المنتخب. في المنتخب الاولمبي، كملوا معانا يعني الفتره اللي بعد كده. نعم هو صلاح من اول يوم يا كابتن شوبير كان عنده هدف الواضح، هو كان عنده هدف ان هو عايز يسافر بره من بدري. من بدري، وعنده هدف ان هو عايز يحترف. دماغه دايما كانت في بره، حلو. مهما اتكلموا في عروض في مصر، تكلموا في اهلي في زمالك، هو كان عايز يسافر بره وعايز ياخد التجربه ان هو يبقى حاجه مؤثره بره من صغره. وهو كان راسم لنفسه خط ماشي عليه ان هو يجتهد، ان هو يتمرن بشكل كويس، ان هو يحاول يشتغل على قد الامكانيات الموجوده المتاحه في الفتره دي في حلو. مصر، لحد ما ابتدى يشتغل معانا في المنتخب الاولمبي وابتدى ان هو يتالق بشكل كويس. والحمد لله يمكن انا ده صحيح. علاقتي بصلاح يعني الحمد لله ممتده لحد دلوقتي. زي ما حضرتك بتقول، هو دلوقتي تحول بقى شخصيه تانية خالص، شخصيه اقرب منها ان هو اوروبي اكتر من ان هو اوروبي في العقليه وفي التفكير، بيفكر بشكل مختلف خالص. لكن الفتره اللي حضرتك بتتكلم فيها دي كان هو ابتدى يلعب، ابتدى يجيب اجوان في الدوري، ابتدى ينضم للمنتخب الاولمبي، ابتدى يبقى اساسي في المنتخب الاولمبي، ابتدينا نلعب ماتشات وديه بره في اوروبا، ابتدت الفرقه تحط عينها عليه. افتكر ان احنا قبل ما نروح بازل لعبنا ماتش ودي قدام صح. بازل. انا ساعتها الكابتن هاني رمزي كنت بتكلم معاه، فقال كان المنتخبات ممنوع تلعب مع انديه، فقال انا هلعب انا عامل المباراه دي مخصوص لانه بازل عايزين يتفرجوا على محمد بالظبط صلاح، بالظبط فتم استثناء هذا بالظبط. اللقاء ان المنتخب يلعب مع نادي، ويومها تالق صلاح اعتقد جاب سجل جون، الهدف. جاب جون وعمل جون، نعم. وكان متالق جدا، وده قبل الاولمبياد. وبعدين انتقل بقى الخطوه الاولى بتاعت بازل. صلاح في ميزه مهمه جدا ان هو بيتطور بسرعه، ايوه ان هو بيستوعب بسرعه اللي ممكن لعيب تاني يتعلمه في موسم، صلاح ممكن يتعلمه في شهر او شهرين، لان هو كان شغال على نفسه بشكل كويس جدا، حارم نفسه من حاجات كتير. وانا بشوف يا كابتن شوبير ان اللي وصل له صلاح ده ما وصلوش صدفه. اعتقد ان هو في التاريخ المصري في السنين اللي فاتت دي هو اكتر لعيب حاول ان هو يطبق مبادئ الاحتراف 100% فعلا. طبعا فهو اكتر لعيب مصري قدر يوصل ويطبق مبادئ الاحتراف اللي هو عاشها، فعشان كده وصل للدرجه دي. اعتقد لو كان حد زي صلاح قدر يطبق 100% من تركيز واجتهاد وان هو يهتم بالتفاصيل ويهتم بكل حاجه، يقدر يوصل لبعيد. برضه عندنا مواهب كتيره، لكن المشكله زي ما صلاح بيقول دايما في العقليه. فهو اشتغل على نفسه وبعدين ابتدى بقى الرحله. وعايز اقول لك على سر، احنا كنا في المنتخب، كنت انا وتريزيجيه ورمضان كنا في كاس العالم، انا كنت بجيب صلاح كل يوم نقعد مع بعض على الاقل ساعه ونقعد نتكلم معاه، نساله هو بيعمل ايه، يومه والله. بيمشي ازاي، ايه الجديد اللي هو بيحاول يشتغل عليه. كل يوم بنقعد معاه الفتره بتاع كاس العالم عشان خاطر نطلع منه كاس عام للشباب، كاس عام في روسيا. في روسيا. المنتخب الاول. المنتخب الاول. تمام. اوكي. كنا بنقعد دايما معاه فعلا نتكلم معاه. 2019. لا 2018. 2018 نتكلم معاه في كل التفاصيل، يومه بيمشي ازاي، ايه اللي هو مهتم بيه، ايه الجديد اللي هو وصل له، سواء في ريكفري، سواء في تمرين، سواء في ان هو بيحاول يطور من نفسه، سواء ان بتقابل انتقادات ازاي، بتحاول انت تسيطر على عقلك ازاي. فبصراحه هو حاجه مشرفه لينا كلنا. وهو شخصية يعني الجانب الإنساني بقى عنده يعني رائع. أنا عارف ده يعني أنا حتى في إصابتي في سر يعني ناس كتير ما تعرفوش، يا ريت. يمكن أنا تواصلت مع صلاح ومع في حد من الاستاف بتاع ليفربول، جالي واشتغل معاه في مصر أسبوعين. بتهزر. صلاح اللي بعته؟ يعني كنت بقى على تواصل مع صلاح، وكنت أنا محتاج حد لأن دي كانت في فترة الكورونا والنشاط واقف، وتواصلت معاه وهو اسمه روبن، ده اللي كان عالج صلاح.
في فتره نعم. كاس العالم لما راموس كان وقعه، في كتفه ده اللي كان بيشتغل معاه، واشتغل معاه اسبوعين في مصر، وفرق معايا جدا في موضوع العلاج الطبيعي والتاهيل وصلاح اللي وكده. بعتهولك. تواصلت معاه وهو حتى يعني الراجل جه اقامه وكده، طبعا تحملنا احنا الجزء ده، نعم، الاقامه والتنقلات وكل لكن حاجه. يكفي ان هو بعته طبعا لك، يعني وهو طبعا طبعا كمان صورة ليك مع صلاح ومع كافاني اظن في كاس كاس العالم. العالم 2018، هي على الشاشة قدامنا. نجم برضو يا اخي، طبعا هو هنا بيشرفك، كافاني كان بيطلب منه التيشيرت، بيطلب من صلاح. قال له ولادي بيحبوك وصلاح ما جدا. كانش بيلعب، كان مصاب كان في مصاب، المباراة دي. كان قال له مصاب. ولادي بيحبوك جدا. ما هو انا الناس كان وانت حضرتك كنت المترجم؟ لا هم معلقين على الصوره ان انا مستغرب من ان انا شايف كافاني، فانا مستغرب ان هو بيقول ولادي بيحبوك وعايزين التيشيرت بتاعك يعني. بس كان هو ده حاجه مستغرب. تفرح يعني. وطبعا برضو دايما محمد النني حاجه طبعا شديده طبعا، الاحترام، لان النني النني ده جميل وبرضه شخصيه محترمه وماشي في مشواره بشكل كويس جدا.